على قرع الطبول ينطلق المسير في رقصة خاصة من منزل العريس إلى حيث تجمع الضيوف. هكذا عادات وتقاليد أبناء المحابشة بمحافظة حجة. لهم رقصة تحمل هويتهم وتختص بهم ضمن تراث قديم يمتزج بحاضر معاصر، رغم أنه يظل ثابتا في مقوماته الفنية. ونحن اليوم مع الرقصة المحبشية بطابع محبشي يمني أصيل، تدق فيها الطبول في جميع فقراتها أو مراحلها الثلاث، وبإيقاع متنوع متباين متصاعد. العادة والتقاليد تعتبر من الأمور الشعبية القبلية في مناطقنا، منطقة المحافجة، ويمتاز بها القبائل، وهي شيء عرف اعتاد عليه الناس، يعطي للأعراس ذوق وتمام، يعتبر نموذج طيب رائع، يعطي للأعراس كما ذكرنا ذوق وميزة شعبية قبلية متميزة تمتاز بها الأعراس بالذات، ويتوارثها الأجيال والشباب والتمام بشكل يعني إيجابي ومتميز. الحلقة هي أول مكونات الرقصة المحبشية، حيث مجموعات من الأشخاص يرقصون بخفة، يتحركون بإنسياب، ويلوحون بالجناب بجمالية وروعة في تناسق مع الحركة والآداء في إطار حلقة دائرية، إثارة تشدك لمتابعة الجزء الثاني للرقصة التي تختلف فيها الحركة وتتميز بالخفة، وهم يمسكون جنابيهم في اليد اليمنى وباليسرى الشال الذي يغطي كفوفهم، مشكلين خطا واحد عن الشمال واليمين في آداء رجولي وسلس. ثم يأتي دور الرقصة الثالثة وهي الأجمل وتسمى رقصة الهوشلية، وهي رقصة محبشية يؤديها شخصان يقومان بالرقص بحركات جمالية وإبداع فريد. معنا البرعة هي تعتبر التراث الحضاري في هذه المنطقة، منطقة مذروح تعتبر هي تابعة لمدينة المحابشة. طبعا تبدأ البرعة كما شاهدنا بالحلقة، وتليها البرعة، وثم تنتهي بالهوشلية، برعة الهوشلية كما شاهدنا، ومن قبلها المسير، هي المسير الذي تبدأ من بيت العريس إلى الصالة. إذا لم غير موجودة البرعة في العرس لا يبقى هناك عرس، يبقى بمعنى يسمى عرس صامت، ولكن عندما تكون البرعة هي البرعة الأساسية في العرس، ما يتم العرس إلا بهذه البرعة. يجتمع الناس حول البرع تمام، ويهب الناس إلى الأعراس للتهاني والتبريكات والمباركة للعريس والفرحة تمام، تحل في المجتمع بحضور الناس والأهالي تمام إلى بواسطة هذه البرعة. الرقصة المحبشية لا تغيب في أفراحهم ومناسباتهم السعيدة، وتظل مديرية المحابشة محافظة ومتمسكة بتراثها على رغم متغيرات الحاضر.